السلام عليكم. اليوم نتكلموا على التهيئة نتاع الساحل نتاع مدينة وهران بكل جوانبها وبكل تفاصيل، ونبدأ بالتهيئة نتاع طريق المنفذ نتاع ميناء وهران اللي نشوفوا الصور هنايا. ونذكركم كذلك أنه في آخر الفيديو تكون فيها مفاجأة كبيرة، إذن واصلوا المشاهدة إلى نهاية الفيديو. إذن نبدأ فيه يعني المنفذ تاع ميناء وهران. وهذا المنفذ تاع ميناء وهران فيه ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو طريق عادي، يعني طريق مزدوج ذات ستة أرويقة، يبدأ من الميناء. وهنا رانا نشوف المرحلة تاع الطريق هذا. المرحلة الثانية هي الفيادوك أو الجسر العملاق، والمرحلة التالية هي النفق. إذا نقول للمرحلة الأولى نتاع الطريق اللي يبدأ من ميناء تاع وهران، واللي الطول تاعو حوالي 2000 متر، يعني 2 كيلومترات. وهنا نشوف الطريق، جزء من الطريق اللي يعني البساط نتاعو تاع البيتوم تاع الكودرو انتهت الأشغال، مازال تهيئة. الآن ننتقل للجزء الثاني وهو الجسر العملاق اللي فيه حوالي 1800 متر، واللي يتكون من 6 أرويقة، 3 من كل جانب، يعني دو فياديوك، كل فياديوك يعني كل جسر واحد فيه 3 أرويقة. إذن يعطينا هذا الجسر اللي رانا نشاهد في الصورة هنا، والملاحظ أنه كبير جدا، واحد من أكبر الجسور في الجزائر. ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة نتاع المنفذ هذايا، والصور هذه تعود إلى الأسبوع الماضي، يعني هذه هي حالة الأشغال في الوقت الراهن. ثم ننتقل إلى الجزء الثالث وهو النفق. هنا ما عندناش صور تاع النفق يعني من في عين المكان، لكن عندنا الصور نتاعو. والنفق انتهت الأشغال فيه، يعني لابارتي جيني سيفي تاع الهندسة المدنية، كل الأشغال هذيك انتهت. وهنا نشوف الصور تاع النفق هذايا، وهو يتكون من زوج أجزاء، كان زوج أنفاق متصل، يعني في تبعد بعدها البعض عن بضعة أمتار. وهنا نصل إلى المخرج نتاع النفق على مستوى مركب وهران. وهنا كذلك نشوف وين يوصل النفق هذا، يوصل إلى طريق السيار الخامس نتاع مدينة وهران. وللعلم كذلك أنه فيه مشروع آخر اللي يتصل بالمشروع هذا ولا يقل أهمية، ومشروع توسعة ميناء وهران اللي يصبح يعني كان من 1 مليون كونتينر في العام إلى 2 ملايين كونتينر حاوية في العام. إذن المشروع هذا تاع التوسعة ضعف إمكانيات الميناء تاع وهران، وزيد مع المنفذ هذا الجديد سوف تكون له يعني قابل يعني إمكانية لمعالجة يعني معالجة الكونتينر والبضائع، تكون فيها سرعة في ليفاكياسيون تاع البضائع نحو الداخل الوطني، يعني عبر طريق السيار الجديد هذايا. والمفاجأة الكبيرة هي انه فيه مارينا سوف تقام على طول الساحل، الطريق الساحلي هذا. وهنا نشوف المارينا التصميم نتاعها، وكاين تهيئة تاع فضاء اخضر طول المارينا او طول الساحل. سوف يعني تبدا الاشغال في هذه المارينا بعد ما تنتهي الاشغال نتاع المنفذ هذايا. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.